مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في العدد الجديد من برنامج أوفسايد. في هذا العدد نستضيف الإطار الوطني فتحي جمال. فتحي جمال لعب للرجاء لسنين طويلة، حقق مع عدة ألقاب، ثم قادها يعني كمدرب في مونديال البرازيل سنة 2000. شغل كذلك مدرب المنتخب الوطني للشبان الذي قاده لنصف نهائي كأس العالم سنة 2005. عمل كذلك كمدرب للمنتخب الوطني الأول، ثم في سنة 2018 عاد لفريقه الأم، فريق الرجاء البيضاوي. سي فتحي جمال، مرحبا بك. أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة. سي جمال، أنت هو المهندس ديال الصفقات ديال نادي الرجاء الرياضي البيضاوي في الصيف الماضي، يعني جبتي مجموعة من اللاعبية. اليوم وحنا كنشرفوا على نهاية يعني المرحلة ديال الذهب، واش يمكنك دير لنا امتي بيلون على هاد لي جوور اللي جبتي؟ واش يعني نتوما راضيين كاملين عليهم ولا كاينين دي ديسيبسيون؟ لا، اول حاجه انا ماشي المهندس الوحيد ديال الصفقات، ولكن كنتحمل مسؤوليه كبيره في هذا الشطر هذا. قبل ما نجاوب على السؤال ديالكم، بغيت غير نفكر الجمهور بانه السنه الفارطه عشنا موسم كارثي، فالناس ما تنساش منين جات، لانه لو 13 افريل التحقت اللجنة المؤقتة خات زمام الأمور داخل الرجاء. أنا التحقت شهر ماي، بدينا العمل على أساس أنه نديروا ما يسمى بإعادة ترميم فريق الرجاء على جميع المستويات، المادي والإداري والجانب التقني، يعني اللي هو الجانب الرياضي. كنا مدروكين بهذه العبارة هذه، لأنه ربما جينا في الاخر كاين دي ديبار، كاين لعبه اللي خصهم يبقاو، كاين لعبه اللي خصهم يجيو من جديد. ف انا بالنسبه ليا لو بيلون اي بوزيتيف. علاش؟ لانه دينا ان كوب دافريك اللي ما كان كيتسنى حتى واحد. فالناس ما تنساش بانه راه في ظل الازمه وهذا الجديد والظروف المحال اللي عاشها الفريق، راه اي شامبيون دافريك، اي شامبيون دافريك، مي اوني با ساتيسفي. ساتيسفي علاش؟ لانه كاين دي ديسيبسيون، كاين لعابه اللي ما تاقلموش، كاين لعابه اللي ما دخلوش في لا كونسيبسيون ديال المدرب، لانه اللي كيتحمل المسؤوليه في هذا الشيء كامل هو المدرب. المدرب اللي حنا كنجيبوا ليه ادوات العمل، ولكن هو اللي كيدخل هو اللي كيخرج. جبنا لعابه مزيانين ما شفناهمش بكل صراحه، جبنا لعابه اخرين اللي حقيقه ما تاقلموش والاداء ديالهم كان متوسط، المدرب كيلعبهم. يعني المدرب هو اللي كيختار، حنا ما كنلزموا على المدرب يدخل حتى شي واحد، حنا كنعطيوه. جبنا ليه اللعابه في اخر المطاف، يعني في لو ديرني جور ديال الميركاتو، قال لك ضروري تجيبوا لنا ريار غوش. جاء ريار غوش، هو تيلعبوا الان والناس كتنتقد وسميتو، ولكن المدرب عنده قناعات ديالو. بالنسبه الى تبعنا الشارع راه ما عجبو لا مدرب لا فرقه لا والو، تيقول لك حنا نربحوا وديروا لنا فهمتي سبيكتاكل، فهمتي؟ اذا خصنا نبدلوا كل شيء. واني ما نساوش بانه المدرب والمجموعه ديالو وهاد الناس اللي خدموا راه يلسون شامبيون دافريك. حقيقه حنا غاديين في هذا الاتجاه اننا نقادوا الفرقه. انا قلت لك حنا ما قانعينش، كنتفهموا الجمهور، لان عندنا واحد الفئه من الجمهور اللي كتفهم شويه في الكره بكل صراحه، وكاين فئه من الجمهور اللي هي مسيره، يعني اللي تيليغيدي بار الناس اللي عندهم مصالح وسميتو. حنا ما غاديش نطيحوا في هذا الفخ هذا، ولكن الجمهور اللي هو ذواق اللي كيعرف كره القدم، حنا غاديين معاه في هذا الشق هذا، وغادي نديروا انتدابات. ربما الناس المسؤولين غادي يقول لك لا، وهادي لانه في التصريحات الاخيره ديال السيد الرئيس قال بانه ما غاديش ديروا انتدابات كثيره وداك الشيء، ولكن اذا كانت ضروره خصنا نديروا انتدابات كثيره غادي نديروها، يعني على حساب الخصاص. با بلو تار كيير توعد جبيره وديندا، ضروري خصنا انتدابات. جمال بصح دابا قلت انتدابات للفريق الرجاء البيضاوي، هذا العام لعب ديجا 30 مباراه، وعلى حسب المعطيات اللي عندي من جلاله البرمجه الرجاء غادي تلعب 47 مباراه اخرى، والرجاء عنده مجموعه من اللاعبين يعني تيلعب على اربعه الواجهات، وعنده مجموعه من اللاعبين المصابين. كيفاش غادي ديروا باش يعني تجريوا هذه المرحله هذه باش تلعبوا على جميع لي طابلو؟ باسكو كاتر طابلو، البطوله، كاس الكونفدراليه، كاس سوبر كوب، وكاس العرب للانديه البطله. كيفاش يمكن الرجاء تجمع تلعب كامل هاد لي تروفي
باش ما تمشي حتى لوسط الطريق تقول انا غادي نجيف ساكريفي تيل كومبيتيسيون تيل كومبيتيسيون باش تلعب افون باسكو الجمهور الرجاوي تيبغي الفوز تيبغي التتويجات. اولا كنشكرك على التفاؤل لانه الا كنا غنلعبوا 47 مقابله اذا غنمشيو حتى غنمشيو حتى لافينال ان شاء الله في كاس العرب وفي الكاس ديال الكاف المجموعه يعني المجموعه المشرفه لانه حتى الجانب التقني الناس ما يقولوش راه غير انا مكلف به بوحدي راه كاين لجنه داخل المكتب اللي كنريحوا معها اللي كتقرر لانه في اخر المطاف راه هما اللي كيقرروا حيت لا انا ولا غاريدو ولا اللعابه نصوم توس دي سالاري دو كلوب الوغ سي لو بريزيدون افيك سون ايكيب هما اللي كيقرروا حنايا اوني كونسيون بانه غادي نلعبوا على هاد لي 4 فرون اللي خصو يدار خص تعزيزات مزيانه اي بي كاين دري دي جون اللي غادي يطلعوا كاين واحد 3 بون زيليمون Moi je l'annonce aujourd'hui. Je connais ma dire. Kendrius Zakaria, les Allah Nam Tétouane, les notes. Pour votre information, le litige ma Tétouane. Dreri Diel Tétouane, les canaux Tétouane, Rapul Litige Dielon. Le litige, mais je dis Raja ma Tétouane. C'est des joueurs ma Nadi Sabek Dielon. Donc, Farak Raja Betour Rabahad. Rabahad, la Aba, Alhamdulillah, Kin. Mjmoua Diel la Abam Zianin. Kin Khayri Ayoub Li Woul Nadi. كاين محتشم اضافه ثاني كاين عدد كبير من اللاعبين انما كاين ثلاثه لاعبين اللي غيلتحقوا بالفريق الاول والمدرب غادي يعتمد عليهم لانه المدرب عنده ميزه خاصه انه ما كيخافش من اللاعبين الصغار كي لي زانتيغر فاسيلمون خصهم غير يكونوا مزيانين الور هذا ما كيعنيش اننا غنعولوا على الدراري الصغار في هذه المرحله ديال انهم خصهم يتقلموا ياخذوا عدد كبير من المقابلات يبي ديك الساعه كيليا لور بلاص لانه البوتونسييل عندهم باش يلعبوا يعني يا با دو سكري مي شويه الوقت ولكن غادي يجيو بعدا كاينه في المفكره ديالنا غيجيو ثلاثه لعابه مزيانين حنا الان كنشوفوا لانه في الساحه ما كاينش لعابه عندنا لا كونترينت اللي كاينه دابا هي اللعابه المزيانين اللي تقدر تجيبهم لعبوا ان كومبيتيسيون افريكان واش غتجيب لعاب تلعب به غير البطوله ما يمكنش سي فري غتجيب لعاب بحال دابا شفنا واحد في لا كوبا راب راه لاعب مع النادي ديال مارتش سميه حتى هو لعب اي لا كوبا راب اي لا كوب اي لا تشامبيونز ليغ ما يمكنش تجيب هاد اللاعب لانه ما غتستافدش منه بصح الوغ حنا كنفكروا الان كاين اتصالات كبيره كاين كثيره يا ربي كاين ما بغيكمش تكونوا في هاد البلاصه ديالي لانه لي بروفيل اللي كيطيحوا بحال الشتاء لي بروفيل والناس كلها كتفهم جيبوا هذا كاين اللي كيقول لك جيب لي لعاب هو راه مع النادي ديالو داير ان كونطرا بيدون انفان بغيت نقول لك ان كونطرا سوليد سوليد بيتوني ان كونطرا بيتوني وكيقول لك جيبوا لينا الناس ما كتفكرش والنادي اللي عنده لعاب مزيان ما غاديش يعطيه لك حتى هو راه تابعوا جمهور تابعينهم الخريطين تابعوا نفسه لانه المسؤول اللي كيحترم نفسه حتى هو باغي يدير النتائج مع النادي ديالو فحنا كنشوفوا الناس اللي ربما دون زوناني ولا سميتو غينتهي العقد ديالهم اللي بخلاف مع المدرب حيت اللاعبين كلهم اللي مزيانين كيكونوا بعض الطرق مختلفين مع المدرب ولا مع سميتو حنا كنتسناو يبان شي لاعب عندنا يولديست ديال هاد لي جوار هادو حنا في اتصالات وكاين ناس لاعبين قدام ومدربين اللي كيعاونونا الله يجازيهم بخير حنا غادي نحاولوا على قد ما نقولش الامكانيات الماديه الامكانيات الفكريه ديالنا لان كنفكروا واسميتو خدامين في هذا الاتجاه هذا غيجيو 3 بون جوار ان شاء الله سي جمال في لاسامبلي جينيرال الاخيره ديال فريق الرجاء البيضاوي اللي كنا حضرنا معكم فيها كنتو قلتو بلي سور لي سي ريكرو الاخرين باغ اكزومبل الا استقوا غير ثلاثه راه سي ديجا سوكسي واش ممكن تعطينا اون ايدي على هاد لي نون اللي في نظرك انت سي سون امبوزي في الرجاء البيضاوي لا وشوف ربما vous avez résumé حيت une opération de recrutement ما نهضرش على حنا اللي ربما حنا ماشي ما نحضروش نفوسنا حنا بمقارنه مع الانديه الانفال الانديه الكبيره كبرشلونه ريال وداكشي الا شفتي كيجيبوا لعابه راه ما كيلعبوش كاملين كاين اللي كيبقى في توس كاين اللي ما كيدخلش كاع حنا بالنسبه لينا قلنا على سته اللعابه اللي جاوا وسميتو الا صدق فيهم واحد ولا جوج ولا حنا صدقوا ثلاثه لانه لعبوا الا شفتوا اللائحه ديال اللعابه اللي لعبوا باستمرار راه كنعتقد لابور ديالهم كان بوزيتيف كاين اللعابه اللي ما تعطاتهمش الفرصه مع كامل الاسف كاين الحداد اللي لابيراتي لعب باستمرار
واللي حقيقه ما كانش مسجل في لائحه ديال كاس افريقيا. هاد لي كونترانت كلهم يعني خلاو ان هاد اللعابه ما يبانوش فهمتي، ولكن كاين لعابه اللي ما صدقوش الفولو ديغا الفو دير بان اوكي لعابه اللي ما صدقوش ما تاقلموش. شي مثال تاقلموش انا ميلر جو بو بار كونسيديري كوم باسكو هذاك سي على ديرنيير مينوت ما تحسبش ما نحسبوش لانه ما شفناش بزاف. ما كان خصنا ناخذ واحد لانه المدرب قال لك خصني دوبلور ديال جبيره اخر دقيقه اخر نهار يعني اخر ساعه وقيله كاع في الميركاتو اون ايتي اوبليجي دو بروندر باسكو لو بوتي دريوش ديال كون كان عندنا الوقت وتاهل هذاك الولد دريوش ما نشوفو حتى واحد. كنا نديرو هذاك الوليد واللي عندنا واحد، ولكن كاين لعابه اللي ما خدوش حقهم. لا بد من اللعابه اللي ما خدوش حقهم. عندي واحد الاسم دابا في الذهن ديالي بدا مزيان مع الرجاء ستين ريكرو استيفال اللي هو العالمي الى بيان كومونسي من بعد ما يعني ما بقاش اختفى على الانظار. شنو وقع لهاد اللاعبين؟ لا شوف كاين سكون ابيل كاين لانتيغراسيون اي لادابتاسيون. لانتيغراسيون ديال اللعاب درت بسهوله لانه بغاو اللعابه، وكتعرفوا في الكره كاين ان تروك اللي كنسميو حنا اللعابه سون انتيليجون الى ادوبت ان تري بون جوور. الوغ هذاك لانتيغراسيون ديالو داز مزيانه لانه الدراري كلهم امنوا بان سي ان جوور اللي غيجي ما بلوز، مي مالوروزمون هو ما تادابتاش. اي بي كاين لي ديسيزيون دو لونترينور لي شوا دو لونترينور اللي كنحترموهم بكل صراحه كنحترمو، ولكن المدرب هو دير النتائج. اذا المدرب راه مزيان، وفي كره القدم كاين جوج الحوايج، ربحتي راك مزيان خسرتي راك مثالي، يعني راه في العالم كامل اكزاكتومون بقاش الور. المدرب راه كيدير نتائج راه مزيان، نهار ما يديرش نتائج تا راك ايوا المدربين بصح. راه مورينو راك شتي دابا من احسن المدربين، راه ما فكروش في مانشستر اللي تاهما بثقافته الخاصه وهذه واستمراريه في الكره كي ربحتي مزيان خسرتي مثالي اكزاكتومون. سي جمال دائما في اطار الانتدابات يعني كنتو هضرتو توجور على لوساتور ديال الفريق، قلتو بلي ما غتفرطو في حتى شي واحد. نعم. لوساتور ديال الفريق واش هذا البوش هذا الشيء سي توجور داكتواليتي؟ الله يعطيك الصحه لانه ربما هذا الشرط اللي جمعنا كاملين، وفا ماشي شرط هذا ان برينسيپ جمعنا كاملين. يعني اللجنه المؤقته اللي كان كيتراسها سي اوزان، ومن بعد اللجنه سي زياد وليكيب ديالو، الناس كلهم مقتنعين ومعهم تنايا مقتنعين بان يعني الناس لو ساتور لي كادر الفرقه اللي ضحاو مع الفرقه كاين لي تريفيزات لو كونطرا ديالو مزيان، كاين اللعابه اللي غادي يكون التجديد ديالهم في هاد الايام هادي كاين اتصالات كاين اتفقوا الناس مقادين الامور. بن حليب مثلا اللي قال بن حليب لي تال 2020 حتى 2020 باقي تال لا الا جا الا كانت اون اوفر انتريسونت. حنا نقول لك الا كانت اون اوفر انتريسونت هاد اللعابه كاملين ما يمكنش تلقاو لهم لانه ديجا الجزاء ديالهم حيت هما كي، ولكن الا كانت اون اوفر اللي سميتو وبامكان النادي يعوضها ما نخليو حتى شي واحد. لو كان ديال بانو السنه الفريطه جا هذه الا سمعتو لوفر وداك الشيء كانت انتريسونت، واني المسؤولين كانوا في المستوى وشدوا بانو ما نقولش لك تهلاو فيه، المهم عطاوه وكيستاهل اكثر من داك الشيء، ولكن كيبقى من اعمده ديال الفرقه من الساس ديال الفرقه. واخا الناس كتهضر على الاخلاق ديالو، حنا قرب منه الاخلاق ديالو ممتازه حتى انا كنعرفو عليه حقيقه. اشور انسان كاين فعال ولا هادي، ولكن صافي بارتي دو لا بيرسوناليتي ديال لو جوور، مي راه توجور ان جوور تري ديسيبليني اي امبل سورتو امبل. شنو كون يجي واحد اخر في بلاصتو فهمتي، تعرف اللعابه يتعفر متواضع اي بي انغاجي، سي ان جوور اللي كيبغي لو كلوب ديالو هو الفرقه راه هو ومن لا ديرنيير جينيراسيون اللي خرجت لكل دو فورماسيون تنهضروا على دابا الاعمده ديال الفريق. هناك واحد العمود اخر، واحد اللاعب يعني اساسي في داخل الفريق هو الحافظي. نعم سان ريغالد باش تشوف هاد اللاعب كيلعب، وكاين فرق ما بين الرجاء لعب بالحافظي والرجاء ما لعبش بالحافظي، ولكن للاسف الشديد الحافظي سو بليس ترو توجور. شنو بيه بالضبط؟ واش ما تتعطاش له الراحه الكافيه باش يبرا ويرجع يعني هذا، ولا الى كلك شوز دو؟ انا غادي نهضروا على حافظي، لان حافظي ان دابا جات الفتره فين يداو مزيان. انت قلتي دابا قلتي بانه الرجاء بلا حافظي كتكون حرجه اخرى، ما نقولوش رجاء خايبه، كتكون رجاء اخرى لانه الرجاء اللي كتمتع فهمتي،
وكاين راجل اللي كتربح بلا حفيظي صح اللي كيبقى حفيظي عند لي بياس ميتريس دينامو دينامو ديكيب دايور حتى لو فون دو جو داكشي ملي كيكون حافظ كيكون هو هو لو فون دو جو دو راجا كتشوف الراجا ديال مي ابري او سادابت سورتو المدرب اللي سادابت كي المهم كيلقى كيفاش يخرج نفسه اوجوردي الحفيظي الحفيظي عنده ريجيم سبيسيال غادي يبرم مزيان وقررنا بانه نقدروا نحرموا الراجا ثلاثه الاسابيع من حفيظي ونربحوا عام ولا نبقاو ندخلوه وغنخرجوا على كارير ديال اللعب والراجا ما غتستافدش حتى واحد ما غيستافد الوغ مينتنو كاين عنايه خاصه ديال حفيظي وغادي يرجع ان شاء الله غادي يرجع في احسن الظروف وغادي يكمل لا سيزون ديالو الا ما جاتوش حتى هو اون غروند اوفر كنت كنقولها دائما واش تقدر تقول لنا لان ديسپونيبيليتي ديال حفيظي دابا اوجوردي عنده جوج الاسابيع دابا راه دخل في الاسبوع الثاني دونك 15 جور يكون اوبيراسيونيل وغادي يدير ان كونترول ابروفوندي ان شاء الله باش نحبسوا هادشي ديال باسكو سي سي لا بليسور ديالو راه ماشي غير في جهه وحده عرف في الكور ديالو كامل دابا نقول لك داروا لي دي راديو ابروفوندي دار ان سكانر لو سكانر بانوراميك ديالو ف ديال لا ماشوار ديالو باش نشوفوا حيت كاين بزاف د الحوايج الناس كلها كتفكر دابا كاين الجهاز الطبي برئاسة الدكتور العرسي اللي هو مشكور على هاد المجهودات اللي كيدير وكاين كاين دي انفان كاين دي زافي ديال دوتر سبيسياليست اللي تما معاوننا في هاد الاتجاه ما نهضرش على كلشي اللي انا ماشي اختصاص ديالي ولكن كاين عنايه خاصه سبيسيالمون بور حفيظ سي جمال اذا درنا واحد الجرد ديال لي كومونتير ديال المشجعين ديال فريق الرجاء البيضاوي في لي ريزو سوسيو نوتامون كنشوفوا بلي بوينت واحد جوج ديال المكامن الخصاص فريق الرجاء البيضاوي اون بار سوفون دو كولوار غوش ديال لا ديفونس او ميليو تيران سورتو لا ريكوبيراسيون واش كتقاسموا هذا الراي مع البوبليك لا وي وي انا قلت لك بانه عندنا جوج فئات ديال الجمهور وكنشكرك لانه خصني نرجع لها باسكو سي ان تروك تري تري امبورطون كاين جمهور اللي تيعرف الكره واللي ما عنده حتى تيهم ولا دار الفرق مصلحه الفرق هذا كيحترم وكنمشيو معاه في هذا الاتجاه هذا وكاين جمهور اللي مسير تيلي غيدي كاين اللي عنده لعاب باغي يجيبو في ان بوست بريسي كاين فهمتي كاين اللي عينو في هذا كاين اللي عينو في جمال فهمتي كاين اللي نقول لك انا راه جي مي بروبر ديتراكتور اللي باغين نحيد انا من تما ولا نتقلق ولا شي حاجه مي حنايا حنا راه ماشي معصومين من الخطا هادي باش يعرفوها الناس ولكن الجمهور اللي كيفهم في الكره كيقول خص لا تيرال غوش ميليو تيران انفان يا انا اتاكون مزيان حيت راه عندنا تروازا اتاكون الا حسبنا شحال ماركين راه ماركين بزاف سون بارمي لي زون انفان لي ميور اتاك اون افريك هذا ما كينقصش من القيمه ديالو ني خصنا ديرون فور كما قال السي ايشي بانه عندنا بزاف ديال الواجهات خصنا لعابه يستريحوا باش ما يكونوش هاد لي بليسور اللي كاينين دابا حيت دابا لي بليسور ولا اونفراك اللي جاك تقيس شي واحد كيتلاح لك ما عارفينش هاد لونشينمون دي ماتش لانه لعب اللعابه ديالنا ما مأهلينش مانتنو بايد كونس فوالا الوغ كاين خصنا تروا جوار هادو ان كونتورابل خصنا ان لاتيرال غوش ان ميليو تيران اي جو دي بيان ان ميليو تيران روليور حنا دابا بروبليم اللي عندنا كي سوبوز مانتنو هو ما خصها تخرج الكره دغيا كتخرج دغيا نياسي دابا لا لا علاش باش نياسي لي تري بون فكون اون كاسور ولكن الى دو مال ا رولونسي لا ما نهضرش انا على نياسي ولا ما بيدي ولا دويك ولا اللي كاين هو دابا كاين لي كونسينت كيتعطاو لهاد الناس هادو وكاين لي كونسينت كيتعطاو على حساب الامكانيات ديال اللاعب الا جينا حيت اللعابه نياسي لعب 29 ماتش لعب 29 ماتش راه ما كانش خايب ماتشات كاملين ولكن الناس اللي كياتاكيو داكشي باغين احسن من نياسي حتى حنا باغين احسن من نياسي ما لقيناش وانا نياسي راه قدينا به الغرض لعب معنا 29 ماتش لي دو ماتش ديال لا فينال انا ما كنضمنش شي واحد يقول لك راه نياسي كان خايب في لي دو ماتش نو انا ما تنقش من قيمه نياسي انا قلت لك عنده ان بروبليم في لا رولونس اي لي تري بون كوم كاسور اي لي ايفيكاس D'ailleurs, il récupère pas, mais pour relancer, pour commencer l'attaque. Quelques matchs. Les deux matchs de Vita Club, Niasi et Omabidi, qui sont ouverts.
ولكن كاين ماتشات اللي كانوا مساليين وي يفوا لو دير حنا بغينا احسن من هذا الشيء. انا كنقول انا عارف دابا الناس اش باغين، بغينا احسن من هذا الشيء ما لقيناهش، ما لقيناش لانه جينا ما لقيناش. راه ما كاينش اللي عنده شي لعاب مزيان راه شدو، واللاعب المزيان اللي بغى يجي الرجاء كيطلب لك. غنقولها دابا نقولها لانه خصنا نقولوا اللاعب اللي مزيان وبغى يجي الرجاء مشينا تيقول لك 400-500 مليون، ما عندناش ديك الساعه الله خصنا نخلصوا بانون وبطيب وحفيدي وفلان وفلان وزنيتي وهاد لي كادر اللي اضافه الى انا ما كنبغيش نهضر في هاد لو كوتي فينونسي، اضافه الى الديون اللي كانت وما كان عندنا لا كونط لا والو. دابا راه وليت كتاخذ شيك من الرجاء والناس كتخلص في الوقت ان سيرتا مورا كتجي كيقول لك لمن فين عندنا من نخبيو الفلوس واش فيه الثقه باش يعطيو لواحد اخر. ولينا حنا فهمتي اعطي ما عرفتش انا كيفاش هذيك لا جيمناستيك اللي كانوا كيديروا باش كيخلصوا اللعابه سي فاي. الوغ مينتنا الناس عاوتاني فهمتي راه الرجاء راه كانت شويه مدقدقه ماشي غير مدقدقه الرجاء الرجاء كتقاد واني وني كونسيون بان هاد الاماكن هادو اللي خلاص باسكو لا كيسيون ديالك مهمه لانه مشيتي دخلتي وسط الشعب. حنا تنشاطروا هذا الراي هذا وغادي يجيو لعابه مزيانين في هاد الاماكن هادو ان شاء الله. واش ما بين غير توفقوا و حيت تا تالي ديريجون باغ يلفل متر فهمتي لو باكي باش يجيبوا هاد الناس. واش ما بيدي غادي يجدد مع الرجاء ولا لا؟ هذا هو المشكل اللي عندنا. ما بيدي حنا كنتصلوا به وداك الشيء ابارامون عنده ان اجون ديالو وراجون دار معنا الماتش ديال ليسبيرونس ديال لا سوبر كوب. كنا غادي نتشوفوا نتذكروا معاه حنا نتسناو الا بغى يجدد معنا مرحبا به لان ما بغاش الله يهنيه. نقول لك لانه غادي نجيبوا لعابه مزيان حيت هو معنا حتى لجوان جوان دو سي واني من لجوان يكون عندنا الوقت فين نجيبوا لعابه مزيان ساشون كو راه عندنا دراري مزيانين. عندنا دراري مزيانين انا كنسجلوا هاد القضيه عندنا دراري مزيانين جايين في لي جون اللي غيكونوا احسن من هاد الناس هادو. شفناك بلي رافقتي بزاف الفريق في فرح على تاعون افريك وبغينا نعرفوا واش رافقتي الفريق على طونك سوبرفيزور ديال ليكيب او ديريكتور تكنيك ولا واش ايفونتيلمون بور شيرشي دي تالون تما باش تدير بارتناريا. لا مشيت بزاف مشيت نيجيريا مشيت الماتش ديال الاسماعيلي ومشيت لا فينال ما مشيتش لانه عندي ثقه في الناس اللي كيمشيو. عندي ان طرافاي دو فون اللي كنديروه مع لي جون. بالنسبه للاعبين اللي على برا كنشوفهم كاملين لان عندنا كاينه اون بلاتفورم عرفتوا دابا الوسائل ديال لا تكنولوجي جديده. عندي اكسا تو لي ماتش. انا ما كنشوفش يوتيوب كنشوف هذوك لي سيكونس ما كنشوفش يوتيوب. كيجي واحد كيقترح لعاب كنشوف لي ماتش ديالو لي ديرني ماتش ديالو كنشوف لا كومبيتيتيفيتي واش هاد السيد راه لي كومبيتيتيف ولا لا. كاين اللي كيجيب لك فيديو ديال 2017 ولا 2016 هذا ضربه هنا ما لا ريفال السيد راه ما كيلعبش. الو كاينه اون بلاتفورم اللي كتخلص كنخلصوها اون اكسي تو لي ماتش مع دار الدول اللي ما فيهاش لا تيليفزيون اللي ما كيدوزوش ما كيكونوش لي ماتش منقولين. ومن هنا كنشوفوا هاد اللعابه وهذا ما كيعنيش انه هاد اللعابه كيصدقوا حنا باقيين فيه. شعبان الا شتيه مع الفرقه ديالو تقول هذا راه مع ليكيب ناسيونال. انا لو ديرني ماتش مع ليسبيرونس دو تونس ماركا في لا تشامبيونز ليغ ديرنييرمون هو انا باقي ما خرجتش هذاك الوليد صفر الى جون باقي ما ادابطاش عنده مشكل ديال اللغه حيت كيهضرها الانجليزيه الانجليزيه سا 98 يقدر يخرج يقدر يمان. واني حنا خصنا شي وحدين ماتيو اللي عندهم ليكسبيريونس وفهمتي حريفيه وكبار شويه لانه الدري باقي صغير. هذا باقي صغير خرج من دارهم لو ريست كنعتقد انه ما غيكونش مشكل بار لا سويت. سي زمال عصرتي جوج رجالات كبار ديال الرجاء ولكن الله وليهم برحمه الله اللي زاد يعني مشاو لدار البقاء هما السي العسكي والسي البوصاري. شي كلمه على هاد جوج الناس اللي يعني انت عصرتيهم اللي عطاو الرجاء كثير بزاف. اول حاجه الله يرحمهم بجوج لا الحاج العسكي ولا السي رشيد الله يرحمهم بجوج كنعتقد انه دو غران رجاوي يعني تفانوا في الحب ديالهم الرجاء في الخدمه ديالهم الرجاء ضعنا فيهم وهذه سنه الحياه. حريفيه ديال التسيير كانوا كي شنو هي اونتيسيبي بالعربيه كيسبقوا الاحداث خاصه في تو سكي بريباراسيون دو ليكيب فهمتي. كان عندهم داك لي رواج فهمتي لي رواج ديال الفوتبول كيعرفوهم هذا كي غيدير لك هذه هذا غيفعل لك هذه هذا هذه كانوا حريفيه من الدرجه الاولى
كانوا انغاجي اي بي ديسپونيبل وي كانوا كيعيشوا بالرجاء دوك ماشي كيعيشوا بها هكا لا كيتنفسوا الرجاء كيتنفسوا الرجاء يعني كيف الصباح ما عنده حتى حاجه عنده الرجاء خصو يعرف اش داير الرجاء فين غادا الرجاء اش خاص الرجاء ملي كيفيق هو كيف كيفكر في الرجاء حتى كيناس كنعتقد ولاو قلال هاد الناس هادو اش غادي نقول الله يرحمه مصافي الله يرحمهم ويسعدهم في هاد النهار هادو سي جمال نهضروا شويه على لا فورماسيون العام اللي فات كنظن بلي هاد لو سيكتور تاع بزاف رجع البيضاء في هاد المكتب الموسيقي هذا السابق كانوا مشاكل بزاف شنو ماشي غير المكتب الموسيقي السابق قبل الفار كان تراكمات وكانوا بزاف ديال الكاتيجوري كيعانيو كنظن ان الان طرات واحد الطفره نوعيه في هاد لو دومين هذا تكلم لينا الا ممكن على لي زيفور اللي درتو في لا فورماسيون لي جون كاتيجوري وهو كما قلت لك في الاول الهيكله شملت كل شيء جميع القطاعات كبدينا بالفريق الاول ومن بعد هبطنا لتحت الفئات الصغرى دابا كاين الى سقطوا الخبار كاين ليكول اللي بدات من جديد بدينا بليكول تحلات دابا وصلنا 800 ديال لي زانسكري الوغ في العام اللي فات كانت مسدوده عامين هذه مسدوده بالنسبه للفئات الصغرى كانوا عمليات ديال لي زوبيراسيون دو ديتكسيون اي دو سيليكسيون حيت كانوا الناس اللي كانوا تما ما كانوش كيستاهلوا يكونوا في الرجاء ركزنا بزاف على اللاعبين القدام لانه بغينا نستافدوا من الفيكيو ديالهم هذا ما كيعنيش انهم يسونتو هما اكومباني باسكو جبنا دي كادر اللي مهمين هما سي او كي اكومبان هاد هاد لي زونسيان جوور اللاعبين اللي خدنا جاوا لاعبين من برا يعني خارج الدار البيضاء اللي ممتازين لانه هما في مركز داخل الرجاء تم تفعيل المركز ديال التكوين الان باقي ما لي باتيمون باقي ما وجدوش لا ديال الوازيس ولا بالنسبه للمذكوره لي باتيمون واجدين خاصه التيرانات بالنسبه للوازيس هذه المجموعه اللي دخلات واللي الان ما كتباتش في الوازيس واللي كتبات في بورغون اون اتوندون يتفتح المركز ديال الوازيس هما داخلين دابا كيديروا سكون ابير سبور اتيود الرجاء مكلفه بالمبيت ديالهم l'hébergement complet l'hébergement en pension complète في مركز ديال بورغون و المدرسه ديالهم ils sont scolarisés à côté ديال تيران الرجاء مؤسسه المقري كنشكر بهذه المناسبه جوج لي بارتنير باسكو عاونونا بزاف لانه ما يمكنش بعدا كاين ديجا تايبرجي 30 جون لانه سي تري ديفيسيل ومن الاعمار ديالهم مختلفه لا سكولاريتي ديال هاد الناس il faut l'adapter على حساب لي زونترينمون الناس ديال مؤسسة المقري كانوا عتي يخدموا الليل والنهار باش يلقاو لينا دي زورير ادابتي لي زونترينمون كانت إضافة الى مؤسسة ديال التنقل عطاونا ان بوس اللي داروا على ديسبوزيسيون شركة سيرفيكام سمحوا لي كنهضر على لي نو اني الفول سيتي باسكو عاونونا بزاف وهبطوا من لي شارج ديال لا فورماسيون باسكو لا فورماسيون كتطلب مصاريف كثيرة هاد الناس مشكورين كنعتقد انه غاديين في الطريق الصحيح اللي جميل الان هو انه كنشوفوا لعبه مزيانين في الصغار كيمتعوا حنا ما غنشارش با لي ريزولتا في الفئات الصغرى اكثر ما كنشوفوا حنا كنهضروا على دابا ثلاثه ولا اربعه لعابه اللي غيطلعوا هذا هو لو ريزولتا اللي عندنا حنايا الى استطعنا اننا في كل موسم نطلعوا جوج ثلاثه كنعتقد انه مشاكل ديال الرجاء كلها غتكون تحل ان شاء الله سي جمال اخر سؤال باش كتوعد الجمهور ديال فريق الرجاء البيضاوي قبل ما نوعد الرجاء تضرر رجاوي الور داكشي اللي كنبغي نفسي بغيتو الرجاء كنعتقد انه الرجاء غتكون مزيانه انا اللي بغيت نوعد به الرجاويين ماشي نوعدهم بغيت نهيئهم لان الرجاء ما بقاش تربح ديما نهار يكون نهار تكون شي زعتاع يصبروا حتى هما شويه لانه في الكره كاين الرباح والخسران والهزيمه غير نهار تكون شي هزيمه الهزائم ما غتكونش كثيره في الرجاء نقول لك لانه اون ايمونيزي بور سا عندنا راه كاين شتي عندنا دو تري بون غارديان عندنا اون ديفونس سوليد عندنا فهمتي كاين خصائص بعض المناطق غادي يكونوا دراري مزيانين ولكن نهار تكون شي هزه الناس ما تزعزعش دابا الجمهور اللي هو جميل في الرجاء هو الجمهور ديالها الجمهور ديالها راه موحد كانت واحد الوقت نهار الى عقلتو نهار كارا برازافيل كان يكون واحد الشقاق الناس فطنات لهاد فهمتي فطنات لهاد المسائل هادي
بغيتو يبقى هو يكون موحد كيامن بالفريق ديالو، والناس راه غيديروا خدمتهم، الناس المسؤولين والتقنيين ملزومين يديروا خدمتهم، وغيكون عندهم فريق مزيان ان شاء الله، فريق تنافسي. بدينا هذا الموسم هذا اللي هو اون اني دو ترانزيسيون، انا كتسوى ميتاسيون كاع، لانه الا جينا لو 13 افري راه ما كان، يسمحوا لي الناس اللي كانوا مشرفين وداك الشيء، واللي راه سي ان كونستا ما كان والو. لا الحمد لله دابا ما تنقولش ما كان والو، كانت شي حاجه، ولكن ماشي هذيك الرجاء. الان الرجاء راه كتقاد طوز اون اني اون اني دمي غتكون دونك الرجاء اللي دات سته ديال لي تيتر وشيني ان شاء الله. نقدر دابا نقولوا بان كاس الكونفدراليه هو اول غيث بالنسبه لفريق الرجاء البيضاوي. انا لا، الى جينا لرجعنا لو 13 افريل وتقول للناس واش غديو كوب دافريك، ما نظنش واحد غيقول لنا غنديو كوب دافريك. دابا ديناها سي اون بيرفورمانس كيفو كابيتاليزي بهذا، كاين هذا الاستثمار، هذا راس مال دابا، هذا عليه غادي نبنيو المستقبل، والناس راهي سون كونسيون، واولهم الجمهور. الجمهور خصو يعرف بانه راه بيه هو، راه باش الرجاء دات كوب دافريك، راه حتى هو راه الدور ديالو كان ماشي، راه كان 60% بيان سور 60% راه هما اللي نهار الرجاء كيكونوا ضعاف راه ربحهم الجمهور، راه الرجاء دوزوا ماتشات خايبين هنايا وربحهم الجمهور، هذاك التشجيع ديال الجمهور وثقافته الجديده في التشجيع، لانه ولا ثقافه جديده، مابقاش داك السبان وسميتو، ناس كتغني كيسكوندي حويجات زوينين كيمتعوا حتى هما، والجمهور اللاعبين تفاعلوا معاه، راه لعبوا ولاو كيلعبوا الجمهور بزاف ولو كيردوا مع البال وسميتو، غير كيشوفوا داخل التيران وسميتو كيغني وناشر حتى هما كيفهمتي حتى هما الرياجيس في ان سونس بوزيتيف. شكرا فتحي جمال، شكرا جزيلا لك على تلبيه الدعوه، ونتمنى لكم ان شاء الله التوفيق في المهام ديالكم داخل فريق الرجاء الرياضي البيضاوي ان شاء الله. يسافك بليزير. ميرسي. شكرا.